هنبدأ مع معالجة البرنامج ونشوف كل اللي احنا محتاجينه فقط وباختصار شديد. الجزء على الشمال ده هو شريط الأدوات، والجزء على اليمين هو بيبقى شريط القوائم. طبعا بيبقى فيه قوائم أكتر من كده بكتير، لكن أنا حذفتهم لأن مش محتاجهم النهاردة. كل اللي أنا محتاجه النهاردة قائمة كاركتر وقائمة باراجراف وقائمة لايرز. القوائم التانية حذفتها ازاي؟ بدوس أنا كليك يمين وأعمل له كلوز فبتختفي. طبعا لو أي قائمة من دول مش موجودة عندك هتجي هنا من قائمة ويندو، أو أي قائمة أنت حذفتها عايز ترجعها تاني هتجي من قائمة ويندو. عندك هنا الكاركتر، وعندك هنا اللايرز، وعندك هنا الباراجراف. هنبدأ مع أول أمر هو كنترول أو. كنترول أو هو اختصار كلمة open. هدوس كنترول أو واختار الملف اللي أنا كنت شغال عليه قبل كده، أو الملف اللي أنا نزلته أونلاين وعايز أفتحه وأعدل عليه. فهفتح الملف ده اللي أنا كنت شغال عليه قبل كده، فيبدأ يظهر معايا. هاجي هنا عند قائمة layers، أفتحها، هسحب القائمة دي وأحطها هنا كده. هنا عندي layers بتاع كل جزء في الملف. هتلاقي دايما هنا اللير دي الباك جراوند، لو عايز تحذفها او عايز تقدر تتحكم فيها، انت لما تيجي هنا تتحكم في اللير دي هيقول لك ان انت مش هتقدر تتحكم فيها لان عليها قفل هنا. عايز تشيل القفل ده هدوس عليه كليك واحده. تمام، هنا تقدر تخفي اللير من العين دي، من العين دي تقدر تخفي اي لير موجوده. تمام، وتقدر تعمل لها ديليت دلوقتي، لكن لما كان عليها القفل اللي هو ده كده فانت ما كانش تقدر تتحكم فيها او تعمل لها ديليت او اي شيء. في معلومة ظهرت قدامنا دلوقتي هي الخطوط دي. الخطوط دي عبارة عن مسطرة موجودة في البرنامج. انت عايز تبدأ تستخدم المسطرة دي، هنبص هنا كده. المسطرة هي الجزء اللي فوق ده، عايز تخفيها هتدوس كنترول ار، عايز تظهرها تاني هتدوس كنترول ار، عايز تخفي الخطوط نفسها هتدوس كنترول اتش عشان تقدر تتحكم في الملف ذات نفسه، عايز ترجع الخطوط تاني هتدوس كنترول اتش. طبعا هتلاحظ ان هنا بادئة من الصفر بالظبط، وبدأ هنا برضو من الصفر بالظبط. افق وراسي. هنرجع تاني هنا نقفل الملف ده، نقول له نو. هندخل على الامر التاني هو كنترول ان. هدوس كنترول ان فتفتح معايا القائمه دي، واللي هبدا احط فيها مواصفات الملف اللي انا هشتغل عليه. انت هنا طبعا ممكن تسمي اسم الملف، تحط اسم الملف. هنا هتلاقي الويدث بتاع الملف، والهايت، العرض والارتفاع، والريزوليوشن، والكالر مود، واهم حاجه هنا هي الوحده اللي انت هتشتغل بيها. انت كشخص في ستودنت اكتيفيتي، فطبعا الحاجات اللي انت هتحتاج تشتغل عليها دايما ان انت مثلا تحتاج تعمل كفر للفيسبوك. دايما اس كفر الفيسبوك الويدث والهاي بتاعه، والريزولوشن هتبقى 72، وما تنساش ان هو بالبكسل. هل انت هتحفظ دايما مقاس كفر الفيسبوك ده؟ لا، لكن ايه، انت هنا ممكن تعمل سيف للمقاس ده وتسميه مثلا fp/cover وتقول له اوكي. مجرد ما تدوس هنا فهتلاقي ان هو ظهر عندك هنا. تمام، فتقدر تدوس عليه وتختاره. عايز تحذفه بعد كده اوكي، قول له ديليت، مفيش اي مشكله. تمام، ممكن تستخدم مقاس صوره البروفايل مثلا 1000 × 1000 والريزوليوشن 72، والكالر مود RGB برضو زي الكفر، وما تنساش طبعا ان هي بالبكسل. انت دلوقتي مش عايز تعمل كفر فيسبوك او ثرو بروفايل، انت محتاج تعمل ورق A4، لكن انت مش عارف مقاس ورق A4. هل انت هتروح تجيبها على النت؟ لا، الورق A4 ده هو انترناشونال بيبر، هو A3 وهكذا. كل المقاسات دي انت هتلاقيها جاهزه عندك هنا على طول في الانترناشونال بيبر. مجرد هنا ما تدوس على الجزء ده هتلاقي الاي 4 والاي 3 وكل المقاسات اللي انت محتاجها. هنختار مثلا ورق الاي 4، ده الويدث بتاعه وده الهايت. فلنفترض انت عايز تقلب الورقه، هتغير الرقم ده مكان الرقم ده، هتغير مكان الويدث والهايت، تبدلهم مع بعض. فلنفترض انت دلوقتي عايز تعمل فلاير. الفلاير ليها اكتر من مقاس، في ناس بتستخدم مقاس نص ورقه الاي 4، فبتجي هنا بتقسم على الاثنين، وبتجي هنا تقسم على الاثنين، او ان هو بيفتح الاي 4 وبعد كده بيعمل كروب وياخد نص المقاس. انت دلوقتي عايز تعمل بانر. تمام، هنرجع هنا للديفولت. تمام، انت عايز تعمل بانر ده مقاس كام في كام؟ هتعمل بانر مثلا بالطول الويدث 80 والهايت 2 متر. تمام، قبل ما تبدا تحط المقاس خلي بالك دايما من الوحده، انت هنا كده تشتغل بالانش.
لا انت دلوقتي هتشتغل بالسنتي. الويدث 80 سنتي والهايت 2 متر، يعني عبارة عن 200 سنتي. تمام. الريزولوشن والكالر مود هنتكلم عليهم دلوقتي باستفاضة شديدة. تمام. مجرد ما تقول له اوكي فيبدأ يفتح لك المقاس ده. تمام. وتبدأ تعمل البانر اللي انت عايزه. دلوقتي هندوس كنترول وان تاني. انت دلوقتي عايز تعمل بانر عبارة عن 3 متر ويدث يعني 300 سنتي والهايت متر ونص يعني 150 سنتي. الريزوليوشن والكالر مود هنتكلم عليهم دلوقتي وتقول له اوكي فيبدا يفتح معاك. طبعا هنا الجزء ده هقول لكم عليه دلوقتي في الجزء الخاص بالريزوليوشن، لان انت هنا اخترت ريزوليوشن غلط. انا هقول لكم على كل حاجه هنا باختصار شديد. هتقول له اوكي وتبدا تشتغل. هنيجي دلوقتي بقى بالنسبه للريزوليوشن والكالر مود. رقم واحد بالنسبه للسكرين اللي هي الشاشه، سواء كانت شاشه موبايل او شاشه لابتوب اي شاشه عموما، فانت دايما هتخلي الريزوليوشن 72 والكالر مود ار جي بي. بالنسبه بقى للديزاينز اللي هتطبع، فانت عندك حاجتين، عندك ديزاينز اندور وديزاينز اوت دور. الديزاينز الاندور دي اللي هي بتبقى ديزاينز الورقيه، المطبعات الورقيه زي الفلاير الاي دي التيكت وهكذا، دي طبعا هتخلي دايما الريزوليوشن بتاعتها 300 والكالر مود سي ام واي كي. لكن لو كانت ديزاين اوت دور زي البانرات او اليافطات اللي بتبقى معلقه في الشارع، هتخلي الريزوليوشن 75 والكالر مود سي ام واي كي. في بعض البانرات هتبقى معاك كبيره قوي، فانت تقدر تنزل بالريزوليوشن دي لحد 30 بيكسل بير انش كل ما البانر يكبر معاك. فانت هتخلي البانر او اليافطه الريزولوشن بتاعتها 75 والكالر مود سي ام واي كي مع الطباعه دايما، وكل ما البانر يكبر معاك والحجم يكبر معاك وحجم الملف يكبر معاك، فانت ممكن تقلل ال 75 دي لحد 30 بكسل. فهنا السكرين الريزولوشن 72 والكالر مود ار جي بي دي اي سكرين. هنا الاندور اللي هي المطبوعات الورقيه والاي دي والكارت وكل ده الريزولوشن 300 والكالر مود سي ام واي كي. والديزاينز الاوت دور اللي هي سواء كان يافطه او بانر اي حاجه بتبقى متعلقه في الشارع وبعيده عن نظرك، بتخلي الريزولوشن 75 والكالر مود سي ام واي كي. وطبعا كل ما اللوحه تكبر معاك تقدر تقلل لحد ايه 30 بكسل. هنبدا دلوقتي نفتح ورقه A4. هنبدا دلوقتي ايه المشاكل اللي هتواجهك في البدايه. دايما اول حاجه اللغه العربيه، مشكله اللغه العربيه. مجرد ما تدوس حرف تي فانا اقدر اكتب دلوقتي كلام. هكتب مثلا هنا بالعربي اللغة العربية. تمام. هتظهر عندك بالشكل ده. طب انا ازاي اقدر احل المشكلة دي؟ طريقة سهلة جدا، هتدوس كنترول وكي هتظهر معاك القائمة دي. هتجي هنا عند قائمة تايب، بدل ايست اسيان هتخليها ميدل ايسترن اند ساوث اسيان وتقول له اوكي. بعد كده هتجي عند الجزء بتاع الكاركتر اللي قلت لك عليه ده، بدل انجلش هتخليها ارابيك. لو انا جيت اكتب عربي دلوقتي هو برضه هيكتب عربي ملخبط. طب ايه الحل؟ ان انت لازم تقفل الفوتوشوب وتفتحه تاني. طب بما اننا هنقفل الفوتوشوب ونفتحه تاني، ايه الحاجه اللي هتخلينا نقفل الفوتوشوب ونفتحه تاني عشان تظهر بعد كده؟ هو ان انت تسطب فونت للبرنامج. هنقوله هنا نو ونقفل الفوتوشوب، واول ما نفتحه تاني هتلاقي ان الفونت اتعدل معاك على طول. بالنسبه للفونت هتجي هنا عند الفونت، هتحدد كنترول و ايه على الفونت كله وكليك يمين وتختار انستول. مجرد ما تختار انستول فهيبدا الفونت يتسطب معاك عادي جدا. تخلي بالك من نقطه مهمه، ان الفونت ده هو للجهاز كله مش للفوتوشوب بس. يعني اي حاجه هتفتحها مجرد تقدر انت تكتب فيها اي شيء هيظهر معاك الفونت ده فيها، سواء ملف وورد، ملف الستريتور، ادوب بريمير، ادوب افتر افكت، ايا كان. هندوس تاني كنترول وان. هنختار ورقه A4 ونبدا نشتغل عليها. خليها 72 لان احنا دلوقتي هنشتغل على شاشه اللي بعدي، ونقول له اوكي. نبدا نكتب عادي. ظهرت سليمه معانا. في بعض المشاكل هتظهر عند بعض الناس، لكن هي عندي هنا مظبوطه. لكن لو ظهرت لك هتبدا تعمل اللي اقول لك عليه ده. ممكن مثلا وانت بتكتب هنا مثلا اللغه العربيه تحط مثلا ايه النقطه في الاخر، فتلاقي النقطه دي جات لك هناك كده على اليمين، جات هنا بالظبط. تمام. وانت مش عارف تعمل ايه، عايز تجيبها هناك، او ان انت مثلا تكتب اللغه العربيه مثلا، او تكتب اي كلام
اي كلام عربي وبعد كده تكتب كلمة انجليش وترجع تاني للعربي، فهتلاقي ان هو بدل ما يكتب هنا على الشمال هيروح قلب لك كل ده على الجزء اليمين. فلو المشكلة دي حصلت معاك انت تحدد على الكلام وتجي هنا من كلام الباراجراف وتدوس على الجزء ده وتعمل ريسيت باراجراف، فتبدأ المشكلة دي تتحل معاك على طول. في مشكلة تانية هتواجهك، انت وانت شغال على البرنامج ممكن تلاقي البرنامج عندك بيقف كل شوية، او في مشكلة ان انت مش عارف تشتغل برنامج كويس. حل المشكلة دي ايه؟ هتجي هنا من تايب فونت بريفيو سايز وتختار نون. ده في حالة ان البرنامج عمال يقف معاك كل شوية. في جزء دلوقتي مهم جدا هنتكلم عنه، بما اننا كده كده بنتكلم في الطباعة وبنتكلم في الفونت. لو انت تستخدم دلوقتي اي ديزاين هو هتحتاج تطبعه فلازم تركز. لو انت هتخلي الكلام لونه اسود والكلام هيكون صغير، او الكلام عموما وهيكون لونه اسود، فانت تحدد على الكلام وتجي هنا عند الجزء بتاع اللون بتاعه، وهنا درجات الالوان السيان والماجنتا واليلو والبلاك، هتخلي كل ده بصفر ما عدا البلاك هتخليه بمية، وتقول له اوكي تمام، وبعد كده دوس انتر وتجي هنا بدل نورمال دي هتخليها ملتبلاي. ده بالنسبة للكلام اللي هيتكتب على حاجة هتطبع ويكون الكلام لونه اسود، فانت لازم تعمل اللي انا قلت لك عليه دلوقتي. ده نقطة مهمة، انت دلوقتي عندك في الكيبورد كذا انتر تمام. انا هنا بكتب مثلا اللغة العربية وعايز اخد السطر تحتيه، فاستخدم الانتر الكبير اللي في النص ده عشان انزل سطر تاني. لو انا دوست الانتر اللي على اليمين خالص اللي هو ده كده، انا دلوقتي دوست عليه فراح اقفل لي الكتابه، فهو كده ثبت الكتابه. طبعا في ناس عندها الكيبورد بيبقى فيها انتر واحده، فانت عندك يبقى انت تدوس كنترول وانتر عشان يثبت الكتابه على كده وتبدا تحرك في اللاير. دي كانت بعض البيزكس الصغيره اللي انت لازم تلتزم بيها عشان ما تواجهكش مشاكل كتير بعد كده.